تقول هذا السؤال خاص بأمي، تقول بأن أبي قد تزوجها في رمضان وكان يجامعها كثيرا في نهار رمضان جهلا منهما، وهي لا تعرف عدد المرات، فماذا على أبي وأمي غير الصيام؟ لأنه الآن لا قدرة لهما على ذلك، مأجورين. على والدك أو أمك أن يتقدم أحدهم أو أحدهما أو كلاهما إلى المفتي في البلد أو إلى القاضي في البلد ويذكرون له ما حصل منهما، يتحقق من هذا الأمر ويتفاهم معهما أو مع السائل، ثم يجيبهما بما تبرأ به الذمة إن شاء الله. نعم.